ايه ده؟ مروان بيه فين؟ What do you want؟ مروان بيه، مروان بيه فين؟ I don't understand. What do you want؟ Who are you؟ نعم يا اختي. What do you want؟ انتوا مين؟ مروان بيه فين؟ شوف لي مروان بيه فين. Go out or I'll call the police. انا مش فاهم من امك حاجه. This is my home and this is my wife. بس طب شوف لي مروان. Go go go. انا شكل مروان لبسني مجسم عشان اقتله ويخلع ولا ايه؟ كده يا مروان، هما دول المصريين في الغربه؟ ماشي عشان ما تصعبش عليا. اوكي جو جو. خلاص جو جو. اديك في وش امك. خلاص امضي هنا. طبق من خد رجع اسم مصر القديمه في بوكس كلبشه في ايدك وفتحها عينيك كويس لحسن تهرب تاني. حاضر يا فندم. خش. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الناس دول طيبين قوي. منين ما خلص الشوكولاته اللي في الثلاجه اللي جوه دي وملوها لي تاني؟ والله طيبين. رفع سماعتي التليفون ليه؟ بكلمك من بدري. انا عارفه يا اخويا، في راجل بارد عمال يتصل وعمال يرطم بكلام انا مش فاهماه. زعقت له واتخانقت معاه، قلت له اتصلت هنا تاني هعمل فيك واسوي فيك، مفيش فايده. برضك بيتصل. قمت بقى شلت السماعه. اعمل ايه يعني؟ برضك بيتصل. عندي اخبار حلوه. ايه؟ قول والنبي. هنرجع مصر؟ لا، عماد عرف عنوان الاوتيل اللي ابراهيم قاعد فيه وصوره وبعت لي صورته. فين؟ ايه بنحب. خلاص عماد مخلي واحد يراقبه 24 ساعة، واول ما يشوفه مع نجوان او مع مروان هيبلغني على طول. والنبي انت من غير عماد ده كان زمانك لايس في شبر مية. طبعا. الو. يس يس نو بروبلم ثانك يو. الراجل بقى اللي كان بيرطم في التليفون كان بيسألك عايزه تنضفي اوضتك امتى؟ اما راجل بلد وقديم الذوق صحيح، وهو مش عرفه يعني بتنظيفي؟ هو كان يعرف انا بنضف ولا لا؟ كوري انتي مفيش اي فايده فيكي، وشكلك هتودينا كلنا في داهيه. ممكن بقى كفايه شوكولاته وننزل نتمشى شويه؟ انت كمان باصص لي في الشوكولاته اللي حاطينها لي في الثلاجه. طب يلا اخويا ننزل، عايز اتمشى. انت ازاي تبعت لي رساله يا ابراهيم على الموبايل بتاعي؟ افرض بقى مروان شافها كان زمانه قتلني. طب مش من الاصول برضه ان انت كنت تبعتي لي تقولي لي انت رحتوا فين وعزلتوا فين؟ اقول لك ازاي بس اذا كان هو معزل بسببك انت اصلا؟ بسبب انا؟ بيعزل بسبب ليه؟ ايوه يا ابراهيم، ما هو لما بعتك عشان تقتل جاسم خايف، قال لك ممكن ما يعرفش يقتله، او ممكن مثلا رجالته يخطفوك وتقول لهم على المكان بتاعه. وبعدين خلي بالك هو كان عايزك بس عشان تخلص الموضوع ده. انسى بقى قصص ان هو هيشغلك وكل الكلام ده. مفيش يا ابن الكلب، ده طلع واطي بقى بجد. امال انت فاكر ايه؟ بص يا لو انت متخيل ان مروان عبيط او ممكن تلعب معاه بالساهل، يبقى معلش بقى سوري انت بقى اللي عبيط. وانا بصراحه بقول انه سيبنا من كل القصص دي ونرجع مصر بقى وخلاص. مصر مين اللي هرجعها؟ انا لو رجعت مصر يا هتقتل يا هتحبس. انا قتيل هنا ياما. طب ما تقول لي ايه خطتك عشان اعرف انا هساعدك في ايه بالظبط، ولا انت هتوديني بقى في داهيه بقى وخلاص؟ انا اقدر اوديك في داهيه؟ ده انا عندي حته خطه هتطلع من نافوخ امه. عشان خاطر يا سوك بلاش كل يوم تنط لي في المستشفى. يا ابلة، المره اللي فاتت كنت عايزك في موضوع وزعلتك، وانا بصراحه النهارده جايه اطيب بخاطرك واقول لك انا اسف. طب انا اصلا كنت عايزاك في حوار. ايه الحوار؟ انا تحت امرك اموريني. الحاجة انتصار شفتها بتشحت في الشارع، ورحت عشان اطل عليها لقيت جوزها نازل فيها طحن، وهي يا عيني عيانه ولا حمل ده ولا ده. على فكره بقى جوزها ده زباله الزباله، بس بعد ما شاب ودوه كتاب هنطلقهم من بعض يعني؟ معرفش بقى يا سوك، بس اكيد الموضوع ده لازم حل يعني، مش معقول نسيبها كده. لا لازم نحله. الاول نحل موضوعنا، احنا عايزين الزيتونه تخش جوه السندوتش، وانا تحت امرك بقى احل لك موضوع انتصار، ليلى، دعاء، اللي انت عايزاه. موضوعنا ملهوش حل، انا اصلا فواز ما بيكلمنيش من ساعتها. خلاص يا ابله ابطل غنى، هبطل غنى قبل افتح مشروع بتاع عصير ولا بتاع كبده. يا لهوي. لا يا سوك انا ما يرضنيش. وبعدين افرض سبت موضوع المغنى ده واتجوزتني، تيجي بعد كده تقول انا ضيعت مستقبلي عشان خاطر هاجر وتكرهني ساعتها؟ انا اكره الدنيا كلها الا قبل هاجر. يا
انا بحبك، عارف يعني بحبك. طب اسمع، انا هقول لك على حاجه، ما تسيب موضوع الكباريه ده، اعمل شرايط، غني في افراح، وافتح جنبهم مشروع كده، تبقى مسكت العصايه من النص، وانا ساعتها اقعد مع فواز اخويا واقول له لو ما اتجوزت السوكه مش هتجوز تاني. عرف يا كوري، دي مش اول مره اجي المينا، كل مره بجيها بحس استكشفها اكتر من المره اللي قبلها. ايوه المره دي مؤاخذه معلش، ولا ليا نفسي اعمل فيها اي حاجه. ليه كفله الشهر؟ تعرفي انا نفسي استكشف مين بجد؟ العلم عند الله. نفسي استكشفك انت يا كوري. انا؟ ايوه انت. ليه تستكشف فيها ايه بعون الله كده؟ انت طلعتي بنت حلوه قوي يا كوري، بس للاسف الظروف اللي انت نشأتي فيها مخلياكي مختلفه خالص عن البنات اللي في سنك. خلي بالك، خلي بالك. الله يكرمك، ده انا الحلو على بتاع ده، حتى الحلو بيجزع. بقول لك ايه، سيبك اخويا من الكلام اللي هو بيودي ولا بيجيب ده، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا اما نوقع اللي اسمه مروان ده، هتسيب الولايه اللي اسمها ليلى اللي حبستني انت كده وتروح وخلاص؟ يا كوريا، اللي حبسك مروان يعني انت عايزه تنتقمي من مروان؟ ليلى دي ملاش لازمه، دي مجرد آلة بتنفذ. دي واحده بس ردها كده. ماشي. ايوه عماد. ايه ده ايه ده ايه السرعه دي؟ برافو عليك يا عماد. طب اسمع عماد، انا عايز اعرف عنوان نجوان دلوقتي. خلي اللي بيراقب ابراهيم يمشي ورا نجوان ويعرف عنوانها، وكلمني في التليفون على طول وقول لي بليز. طب يا عماد يلا سلام. كان عندك حق لما قلتي لي لو عايز تعرف نجوان فين خليك ورا كبداكي. انت عارفه الاستاذ قاعد مع مين دلوقتي؟ مين؟ مع نجوان. ابراهيم قاعد مع نجوان يا كوريا. قاعد مع نجوان المعفن؟ انت طب انت رايح فين؟ استنى خدني معاك. مش انت واحنا في مصر قلت لي ان مروان ده التوت فروت، وانه نصب على اليونان كلها جاسم وبتاع الاجانس واسمه ايه ده بتاع المجوهرات. ايوه يا ابراهيم. انا بقى هوقعه في شر اعماله، هخش له تحت بطنه وابقى دراعه اليمين، واسلمه للناس دي تسليم مفتاح، ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليله بقى بتاعنا. طب وانت هتطلع منه الفلوس دي كلها ازاي؟ الناس دي قادره يا نجوان، ومادام جاسم عرف يطلع منه 5 مليون يبقى هيطلع 50. ولعلمك بقى، جاسم قال لي طالما ان هو عرف ان مروان بعتني عشان اقتله، يبقى مروان حكم على نفسه بالاعدام، وهو مستني مني اشاره واحده عشان يخلص عليه. بس انا قلت له بشرط، قبل ما تخلص عليه فلوس مروان كلها تتحول لحسابي. حسابك انت؟ انا قصدي حسابنا احنا الاثنين، وانا هبيعك يا نوجة. انت اهم حاجه بس تبقى تديني عنوان الشقه بتاعتكم. بص بقى يا ابراهيم، انا مش هديك العنوان لغايه ما اتاكد ان مروان مش شاكك في حاجه. احسن هنروح في داهيه كده. هي بقت كده يا نوجة؟ يا ابراهيم، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني ولا تبعت لي اي اس ام اس لغايه ما انا اكلمك. خلاص يلا سلام، عشان انا لازم امشي دلوقتي. مع السلامة يا اختي. وبعدين يا هيمو. هايدي جت اهي. وصلت. بابي. حبيبتي ما تخافيش حبيبتي، ما تقلقيش، فترة بسيطة وهتعدي. معلش يا هايدي، أنا مش مصدقة والله. إن شاء الله عدوينك، إن شاء الله. والله حرقة قلبي عليك كيف حرقة قلبي على كوريا بنت أختي لما كانت في السجن. معلش يا بنتي، ياما في السجن مظالير. إحنا بعد البراءة نرفع قضية على وزارة الداخلية ونطالب بالتعويض ورد الشرف. قصدكم؟ راحة. راحة. أنتوا امشوا، ما تبهدلوش نفسكم معايا. أنا كلمت نادر وقال لي على الكلام اللي هيقوله في اللي هتقوليه في النيابة، هاجي معاك يوميها وأقوله لك. بابي أرجوك ما تسيبنيش. مفيش يا حبيبتي، هنسيبك نروح فين؟ استنى يا حبيبتي.
علاء بيه، عايز اقول لحضرتك حاجه، هايدي بريئه والله العظيم بريئه، لو سمحت سعادتك تخلي بالك.